قديش حسب رايك اغلاق معبر الجلمي رح ياثر على الناس اللي كانوا ينزلوا يشتروا من جنين انا بالنسبه لهم او ارخص بظل غلاء الاسعار؟ هو المضبوط يعني بينزلوا شمت هواء وبينزلوا وقتين بضيعوا وقت وكذا وهيك مثل هالشكل. اما هو بالنسبه للضفه خانكه والاسعار عاليه زي اسعار تقريبا بس يعني حسب رايك رح ياثر انه اغلاق المعبر على الناس على مع اقتراب العيد مع شهر رمضان عندنا في الداخل؟ لا باترش علينا لا اما هن بالنسبه لي باتر. بالنسبه لاهل جنين حسب رايك باثر انه احنا ما نروح؟ باثر كثير الاقتصاد تاعهم وكله يعني مجتمع هاي دوله. شو رسالتك للناس بهذا الشهر الكريم؟ والله رسالتك بقول انه كل عام وهن بخير بالف خير كل عالم العربي. بتحكي لي شو رايك في اغلاق معبر الجلمي وقديش الشيء رح ياثر على الناس عندنا اللي بتبضعوا من جنين ومن نابلس وبيشتروا حتى اواعي العيد من غير؟ رح ياثر كثير عشان احنا كلنا شعب واحد وايد واحده واللي بيشتركنا مع بعض هن التراث والتاريخ والحضارات فاحنا شعب واحد فلما احنا هذا التقسيم كثير رح ياثر طبعا. هل رح ياثر اكثر على اهل جنين ولا رح ياثر علينا احنا في الدنيا؟ على الطرفين يعني في عندي اصحاب واخوه اللي بتعلموا بالجامعه اللي بيقدروش يروحوا لغاد عشان المعبر عم بيقطع الاثنين وغير انه كمان الرزق يعني الناس تسترزق غاد الناس تسترزق هون فيعني كمان طبعا الاشي كثير بياثر. وغلاء الاسعار عندنا هون في الداخل في بلادنا عم نشوف هذا الشيء غلاء الاسعار هل حسب رايك رح ياثر اكثر مع انه الجلمي تسكرت اللي هي خلينا نقول اسعار حسب اراء الناس انه اخف شوي رح ياثر؟ طبعا في ناس اللي بتاخذ بضاعتها من الضفه اللي تمرق بضاعتها من الضفه فانه يسكروا معبر الجلمه من ناحيه معبر ومن ناحيه تجاريه برضه راح ياثر على الاسعار. شو رسالتك للناس بهذا الشهر الفضيل؟ رسالت للناس حبوا بعضكم بعض وصيام مقبول وان شاء الله نعيش فتره احسن ونكون اقوى. هو الصراحه راح ياثر كثير بس ولكن بنفس الوقت كمان يعني عندنا التجار اللي هون عندنا في الداخل عرب الداخل كيف بقولوا برضه لازم يعني يرحموا الناس مزبوط يعني بجنين مثلا بدفعوش زينا ضريبه بدفعوش يمكن ارنونه ما بدفعوا هالشغلات وليش كل الناس بتروح على جنين لانه بتلاقي شوي ارخص لو بخمس شيكل بس بنبسط بفرح يعني الابو بفرح ابنه. ايش رح ياثر كمان على اهالي مدينه جنين الحركه الاقتصاديه مثل ما سمعنا من اراء ناس ولا حسب رايك الاشي عندنا اكثر حاثر ولا عندنا؟ لا بأثر على الناحيتين مش بس عندنا وبأثر عندنا كمان يعني برضه لعنا لانسان لواحد لابو عيله صعب يتاقلم بالاسعار هاي اللي قاعدين شو اسمه كمان الناس ترحم يعني ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. شو رسالتك للناس بهذا الشهر الفضيل؟ رسالتي للناس الناس تساير بعض ترحم بعض مش عشان جنين مسكر نقعد يلا حز بالاسعار لا اشتغل عادي سعرك عادي حتى بالشريعه عندنا من ناحيه الدين قانون بالشريعه كمان لازم تكون الاسعار يعني اربح ربح مكسب معقول مش تربح يعني 10 الاضعاف. المبدا السلام لبسام جابر انا صحفي وإلي مقالات في صحيفة بنت في الموقع ببلغ سلامي وبعدين كل عام بخير لجميع المسلمين وفرصة أجينا في رمضان في أوضاع سيئة من كل النواحي. بالنسبة لمعبر جنين أنت بتحكي مع شخص اللي باستمرار موجود الإشي كتير صعب يعني اللي له شغلة ضرية مثلا في جنين بده يلف لفة طويلة عشان يصل بده يحط بنزين تكلفة ومشقة وسفر وإلى آخره فراح يأثر كتير على اقتصاد جنين هل راح يأثر على اقتصاد جنين أكتر ولا على الناس هون عندنا في الداخل بذل غلاء الأسعار؟ بالنسبة للاقتصاد طبعا هذا إشي ولا شك بساعد بنعش الاقتصاد هنا طبعا صار في يعني كتير هناك يعني أشخاص اللي يروحوا يشتروا من غاد طبعا نتأمل أنه ربنا يرزق الجميع أهل جنين بيستاهلوا الرزق وإحنا بنستاهل هنا فبعتقد أنه هون راح يصير شغل أكتر ولكن في أمور حيوية في طلاب جامعات في رؤوس أموال اللي هناك بيجيبوا أشياء بضاعة من هناك باستمرار فهذا الإشي راح يأثر عليهم كتير كتير ولكن التأثير مش يعني مثل ما تقول نهائي وكيف يعني مصيبة أو كارثة لا لأنه في معابر تانية اللي بتدخل. شو رسالتك للناس بهذا الشهر الفضيل؟ رسالة الصبر
احنا كما اسلفت يعني باوضاع سيئه كثير للغايه من ناحيه اجتماعيه واقتصاديه. بدنا نتحلى بالصبر وان شاء الله انه تفرج علينا. كيف بقول هالمشايخ بنسمعهن نرجع للدين، نضل مستقيمين، نحب بعضنا اكثر، نسامح بعضنا ونعيش هالحياه باستقامه.